السلام عليكم، ازاي نرسم سيكشن او قطاع؟ تمام، هاجي هنا واقول له انا عايز اعمل سيكشن. تمام، بيقول لي اختار الواجهه اللي انت عايزها. اختار مثلا الواجهه ديت. تمام، اهيت اقدر ادوس شيفت وكليك شمال وابدا احرك بالشكل ده. طيب اقدر اعملها برضو من على الواجهه التانيه. اقدر اهوت، اقدر اعمل سيلكت هنا برضو. تمام، واحركها، ادوس شيفت وابدا احرك واشوف شيفت الناحيه دي. لو انت جيت هنا على سيلكشن هتلاقي ان هو مديك اختصارات كتيره قوي تسهل عليك الشغل، زي الشيفت والماوس شفناها مع بعض دلوقتي. الموف بيقول لك ان انت ممكن تعمل شيفت والبكره في النص تبدا تتحرك بالشكل دوت. طيب ايه تاني؟ في حرف سيلكشن بلاد تقدر تحركه من خلال الاقواس ديت. سبيس دي اللي النكست سبيس تتحرك بينهم بالشكل دوت. في حرف التي يخفي لك الشكل اللي بتاع السكشن دوت. في عندك روتيت سكشن، الاكس والت واكس واي الت، يعني هقول له الت واقول له اكس يبدأ يحرك لي بالشكل دوت، يعمل روتيت لي الشغل اللي السكشن دوت.